إيمان كشيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة يقول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرص كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لغو القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وعن كبلا بين بلوغا سورة المائدة أما آية الصدحاب قال الله تعالى إلهي باوحر حرمت عليكم الميت وحل إذن كحران تنمى يدديها بختك والدم يديك قلقلية ولحم الخنزير يد وفار كهلب كيس وما شين والين كحران تنمية أهل به أهل الله قلنا واقي لغير الله عدان إلهيهم به أي بذبح مركي لقو رعي مقعان إلهيهم وحي لقو رعينا وحرام والمنخنقة وحل إذن كحران تنمية نافكي عناها اللقبتين السريرية والموقوذة تيل بكاسي عريس لقو دلي والمتردية يتيم ملك صور لعضي قاب قوسين أما بهلك لعضي والنطيحة يتيم نافك لأوهردي أو جيسك كدلي وما شين والذي كحران تنمي أكل سبع أكل السبع بهلك أعني إلا ما شي مويان ذكيتم قورعدين وحي قورعدين إنت على صوشيغي وحلال وما شيء نوال إذن كحران تنمي ذوبيحة على النصب لغو قورعي سنمية دوشولة وأن تستقسمو وحكالو إذن كحران تنمي إنا كفاشتا بالأزلام قريها قرية تصبحية وحي اللهم إذن لغو فاشتا ذلكم وحال إذن صوشيغي فسق وألا كفوغانش الله وحي كفوغين يسك إلالي اليوم ما انتبو لهين وآيات كاسي سودقين يئس الذين كفروا كوي قالوا بي وحي كقوستين من دينك دين تينيني جوتيانا ما إذن كدوان وي كقوستين فلا تخشوهم يقها كعبسانين قالا داسي واخشون أنيقا يقع عبسادة بولهايد مرلبات اليوم ما انت بولهايد ما لانت آيات كوي سودقين أكملت لكم دينك دين تيني واندين لما يستري وأتممت عليكم وحان دين بوحيي نعمتي نعمة دينة وحان كردقي ميت كامل وان نعمة إسلام ورضيت لكم الإسلام إسلام كنوحان دين كرالي نغضي دينا نقنهان فمن الضر قفك اللو ديب قليو إباهي أي قبطو في مخمصة لأجل المجاعوي قاتش دراديد أيا وحا اللو ديب قليو حاران تالا صوشيغي غير متجانف إساقو أو آنو حقلينين لإثم دنبي دنبي وما حقلين أيو أما وما تشانشيرو باهينا ويوقبت حرامها لصوشيغي فليأكلها يسكعون وي فإن الله غفور رحيم إلهي با دنبي قرنافة أو نحريستا سبحانه وتعالى مركان نحريستي سيا دنبي نافكي استكفاي دايستا هل كان نوريا طبان شيء إلى كوبية طبان شيء أيا إلهي وكحران تنمية ومدى وكحران تنمية آيضا حكمة الله حران تنمينا إلهي وشاغي ذلكم فسق إن إلهي كتلقاتان أمر كيس أقبلان ووفري بشاروين إلهي وراعي سبحانه وتعالى عذر دارنا وكدبقى يعدي وحاوباهتين وفصحي إنتا سوء الرموت بآيات كيسوكو تشران مركا واحد نمر إن آيات آياته كورم إيه حلاش إيه حرام محا حلالة حاس حرامة وحين مركا هريسين لهين توبنا يقاعدو الله حديدا حلاش اي حرامت سي آت مارتين ميلا آت كدو شو قران كرت قواعد داس وحكم دا الاصل في الاشياء لباح وحرين عالم ككوها ينوح لعنا اي وحل عبا اي وحل لغضو سي دا اصل كواهي وين هو دا حلالي هين إلا وحي شرعي وحارانتي نميه مويان
الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرمه الشرع. وحلق سوى الربية الأصل في الأبضاع الحرام، لكن سيد بضعق أو أصل كاهي وأنه حرامية إلا بده شرعه حلالية مويان، أما إن سيد شرعه حلالية ورعادة مويان. بضعق أنه حلقة كذا قال ماذا دمرك إيجا حرام بوصلة. قواعد كاو حكم إذا في الحرام ما يغني في الحلال ما يغني عن الحرام. حلال شوحة إنه يقول شراء وحي إنه كغمار مكرنو حرام إلا هاي إنه مباه نمبا وحلا إذا هذا حرام ويا حلال شيبا إنه قبضا با إما كهدية صوت رسا إنت وحي حلال شا إنه أدبربر لكتوحة حرام إنه إنت حرام إنه هو إير. لكن إبليس بعد ذلك كوضا المبني آدمه إنت أصنب الله يرغى الشرايا معانا أصاريا وحالا إذا كل ممنوع مرغوب وحكا صلى ممنوعين بين نفط الشعلانيس النبي آدم يحاول كنا دور لنداء قبالي جيت كاسون إسكدايا كيو بو أصلحا كيو بو دلالي كيو بي كودة جيت إنه روحا ينويف كان كوها إنه جيت كيو كنا ديو هذه كنا ذا واحد بدنه حلال ويالو جيت كلا جه حارنتين إن جانا ساسو كلا كرجن حلاش بدن وما بهني وحلا إذا هذا حارنته بلايا كلا ينقول ريحيس قواعد كواح كم إذا إن الخبث يتبع الحرام حارنته وحلو حلال يس إذا هرب وصار شيء ندرس كي كان كهر ريح حمار اللاذي أما عافمات كواحن تاي أما بولشلا أما الدين تا أما نقالها تبي يقول نقا وحكي السؤال لجود دي لي قال هذا يجا بختك عرية، أو دوافرك عرية، أو خمرك عبية، أيام يدول بهذا نقول هذا عافمات كل دبتوين كلها يشيء جيّ، هذا ساسة وترنيا كان سربا لقى قاضة، أو جرافين تخطر كابا لقى قاضة، أو بار سيد كدوافرك لقى قاضة لما بدأ وين كان قاركود وين كود ترنيا هذا نوع اللقلقة يا، مركب وحكة صاع حران أمهل فهم أيام أميان لفهمينه، وحلو حران تنمي حمار ولي. قواعد كواح كم إذا التحليل والتحريم حق الله تعالى سدا أحل 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 بكسع عليها قرآن وحل يدين حلال إلهي وحلالي بركة حرامته حلالين تي حرام تنمين تهو حق إلهي ولي أنا أحيابه إنك عابدين بركة إنه هدين هاي مضح يهدين من شو يهدين قبائل يهدين وذاته عيد أوران كرتو حاسا حلالا وحاسا حراما مجره يدو إلهي لقى قاتم ويان سورة النحل يا أخي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب سكيل علي أبو لهيد بنت يينا إذنك شرع الدجسان مركب قلاياش يمدح وينياش يا علماء ماذا ربو حكا حرانا شرع كان إلهي كسوهر كذين الدجيان وحي لقرى يا أمان نظام لقرد قيو وان شرع الله بندقا هدو إذا ارتنى لطورا إلى إلهي بالله قب صنع يهديك إلهي واتكو قب صتوه حتى الأذو هذا شارع تهاي أن شارع بانه إسكنسيوي دم حد كهل إلهي طال الله دجالنت قواعده وحكم إذا الحرام حرام على الجميع حرام تضد كلام ذيك حرام إما جرت حرام لورنا علماء ذي حلال تهاي وحرام حلال تهاي ضد كحيل كهاي حصانات دلة تشارت حلال تهاي وعذر كهرب بن إسرائيل كل عاي الحصانة الدبلوماسية صمد مقر. تذكر قاركود بالقرآن يا كنيسةكم حصانة بوليه هايو لما تعبان كروا. أما استاسي أما تذكر وحديري. غير بنو إسرائيل بواحدين ترى وذا ذي مع القذان كيا ملاحظة. وحيران ترى حصانة بوليه هايو تذكر عادي قال من ما هي حمانته. سق ساسي وت أنت صوب بنان أنت صوب بنان الحرام حرام على الجميع. شرع جهرتي سددك ويسمين. كمسكين كه وضيع وحيك حرام وبابلش يوما كحرام كوه ما راح يكوه وين قواعد كوه حكم إذا ضرورة تبيح المحظور وحي لقى حرام تنميها ديب باهي تما دس داينو آية كم غلينو إلى هاي وكو حرام وكو حلالي باهي عافمات أما باهي عنا أما باهي قاچو آياتني حرامها نوقفكو عافمات هذا نقول باهذي ولا نقول بتبادني عنا هم بوقول باهذي توفار كاد عنايسا يا بختي كاد عنايسا كي سنم كاد عنايسا إلى هاي إسكجا تشودر لما كم أورانيو. لكن الضرورة تقدر بقدرها باهدي لكن حد بين الله هايو وضبها تبت سماها
واد باهتي ولاقو بنيي لكن قدرت كبت بادوي إسك صحيح قادمة قواعدك وحكم إذا نية الحسنة لا تبرر الحرام نية هذا ونكسن حاران تكو محل عليه مد بالعروش كون جورورين يا دت كانوا كير قاضية ورمت ككل الديس مرك الله يراه ذو مساجد هذا كل سياب ولا هذا رنو العروش كان قاضي سوما إذا نرى يا وحن سحر لني ما ذي فلل وقان كورورين يا أمر هبة ذا نورورين يا إن قال هذا كسو قاضي تانو ميا العنابات بويس دت كون بكو سوء عليا باشان يصير كلش ما يسمين يسوي سوء هيك يسابو كله طاقتا كساري الباب كان كسو قلنا يا ذو أمضم بسينة يا بلايا كلام ملك ما عنانو غريبة لكن دت كان سيا نية هذا ونعكسن حرام كو حلالين ما يس قواعد كوا حكم إذا كل ما أفضى إلى الحرام حرام وحك استوى حرام تكو جارسينة استوى حرام هذا شيء كو حرام كو قصي وضع استوى حرام قواعد كوا حكم إذا اختلط الحرام والحلال قلبت الحرام هذه حلال هي حرام يسكو درما حراش حرام تال قلبة يا ولا جودة تجية قواعد كوا حكم إذا التحايل في الحرام حرام حرام تين حيال الحيال الله سمعية هذا نقاله وده هذا وحصوصار وده هذا هذا وحكورسنا يسوا إن الحرام تيار فرصما يسوا أو أنا الباب كجلينا داقد ده كشوا كشوا أما قيل كو حلاشته وحرام نبصد حديد القضاء كلا ما بين بيد محلوس سما يستوحوا له هذين قبرنا أي قبائل يسافر وحيال ذيس بيد بهربة دي اللي يريس كده فرصم ويا السماء قرط وكجسوا ورجسوا كلهم بالسماء وحيال ذيس ويب بذيهن حيا حارانتا حيالات لغو قاطا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول الله لقى كي يهود ها سميسنين حارانتا حيالاتا كو حراشنين لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل الأمور بمقاصدها هذا الظاهر كوحكي رسو بسو أرهن كقصد كيدون بلغة راعية إلهي وكوغي سبحانه وتعالى وحا قصد كلايا رير بنو إسرائيل مركي بروتي يحيد اللو ديدي انتي دلاليين أي كاش كريين أي لقلقين إذا أنا أقول عقبا عنا برور بما نعنى عنا برور يسوع جموها يوحنا عنا كاش بوها ما هيس كذا قالوا لي كاش هي بكل أرنية مركا هو حيال هذا يسقى تبنا يدا أمر أوري تبنا كقاعدة ويكهاج كريان مركا السلالين يسوع وحنا محلال با مسوى حرام نفط هذا أدوي دينيس أي ندي بقول نقنا آياتك حرمة عليكم الميت بخت كذا لقى لين كحر أنت النمي يا كحر أنت النبي ده حق الإلهي بالها مركا هيسك أورني وح حلال وح حرام هيسك أورني نه إلهي محر أنت النبي الله يجي بختنا وح الله يدعى وحي أن برسلك دعين حتى سي أن شرعه ندي له جورعه وبختيون الدم وديق مصفوحة نبي يقول حتى المام عليه الصلاة والسلام لو بختنين حلالهين ووح بدك كتر أي أيح لما ديقنا أي حلالهين وبيرك إيه بير يرضى وينو كلا قبيلة بينو بيركنا وينو قورا عنا بير يرضى نبصدها إنه سينا أخاطير تنو حبي كوشي جيا بعشان أي رون تلاقي راضو أما إن قف كيد ديجلان تو أكل عضي بير يرضى بقى في عم بعض حال ومركي بقى سوء علني صديق لما ذا ديجنا وحلال بنبيه ديج لاو دما مصفوح عن صدق قرانكم يا راك لو كعدي وديج شوب مايا مركا ديج يري يرضى دليا الله هيلبك نب ملها وادي قشوب مايا وحرام قروما هي قربا إلى أنت كوب هوس دكتان نف عبه حرام وبعبه برك هذا هو مع هين اسكام معروفة ليج إياه بخت جوبا لباتوين كولا يعاف ماد الأجادي لحم الخنزير وهيلب كضافار مركا دير كيسية اللي فيه سيا سياده سينا هيلب كون بيلا بده يقولوا وحرام وي حكمة الشرع جو حرام تنيبيينا day ilaha isaga ayaa ogsoon hadda laakiin waa arin iska macruuf ah dhibaatooyinka caafimaad ee uu leeyahay inta soo dhame hadii caafimaadka khatar ku ahaayeen arimahan soo socdaana waxay qaar kood caafimaadka aqeedadeena khatar ku yihiin wama uhilla li ghayri illahi bihi yamaga ilaahi magacaan ahay wixii lagu gowracay bismillaah tawal uzza wa hubal salam ka magaca la yiraahdan magaciisa ku gowracayaabe oran jiree markay neefka birta dul dhiga halka inuu inagu bismillaahi kaga gowracayn waxaad halka ka aragtaa gowracu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha cibaadada
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن عباد الدعاء سنة إنه وحنا لنا عادة سير شيء يسوع صلاة إذا هي جورة على إلهي بسكله إذا صلاة إلهي قلت كنا يسوع جورة على وإن إلهي لوجو جورة سبحانه وتعالى. أحيانًا صوص على عربتها وحكوني شري أصي أرناها الذي ذا ولا محيا استعمال شري أبوها المنخلق ونف يسيرية عناه قضنا يا نفكا سيدن بها الكوكا بطاقة عناه لباحة هي هرمعتك هي الشبالك كسب بختين شري ناس سيكون شري هرنفكا إن سويق يعوني كريم ماينه أن سيرين نبي ولا نيا حرك بالك سيرين يا بركو بختي على عناه موقودة نوع من لطمي اللهم أما لبكاسي عريس بالك ودلي كاسنا يدنا وحرام سنة وحبي ودلي شري المركا ينفك دونيا إني عناه نبا ويدي عدي بن حاتم لورن جري وغارد حبكو واغارسناي مركا و خولا ها معراض كبهلكن غر مقاتا لايدا بان كو وغارسداي كور وا بوت في قره لا توره مركا نبي و خو كويدي بهلكا تورايسا حدي اون اوغاردا افكا في قره اوغو دحو او ديغو كسي داينا اسكعو حدو بربر اوغو دحو يا بلان وا وقيده تا الهي و شيغاي عليس بو كو ديلاي مركا اسكا دا با علماد اس ويديان شيء الله يقانه رصاصته وقال لجو استعماله يدو مية النقانة يسا وقيف كاس بحي لجو دلاء مساوح النقانة يا شيء جريحه ده دي كذات مركاوي حيوب بذيهين إنه حلال هايو ده سيدنا حديث النبي كشجع مكان سوى مريني رصاصته لا بعرف ماذا بيسوق شرتهايو شاحيد أي نافكي شاحيس أبا وقال لي شاحيس أي دي كسي دينيس يا عريس لا بضبع way wadata marka maadaama ay jeexayso aan odhigay ka sii deynayso halaal bu noqon karaya neefka saaso uga dhasaaso kala lagu gaarsaday al mutaraddiya burbe ka soo dhaadhacday sidaas ka dibna ku dhimatay ama waxa ku dhacday ceel yana waa xaraam waa baxti an natiha hadii jeer xoolo soo kala xoog badan yihiin neefka geesa waa in ka kala geesa ku dilaa waa baxti wama akala sabr baxti bahalku wixii uu cunay حيوان كان مفترس كأهيلب ككل نار سيد اللباحة إياه وحي اللمدة إياه ورابها إياه وحي وعري إياه سيدا كوب بختيي إساقنا وحرام إلا عراء هم بدي سيلا عراء إلا ما ذكيتم وحي أقور عدين مويان مركا إن تنضبعون نقونا إسايو ده وحي لقور عايا كالا سريرية إياه كالا بكاسية تنماشا كسور عدي تيه لهردية كيبها الكل عراء هدين نلال لقو قار حياة مستقرة نلا لغو غارو مركا لا غورعه او رفتو حلال بو نقريا وحيابي عقيده ايغونا داوعا كو اها وخا كميده ما ذبيحه على النصب سلام كدوشي سوخي لغو غورعي سلام يا بلا تاك تاغان او انتو ليدا وا لغو عباديسن يا دوشي س لغو غورعايو او لغا بركايسنايو او لغو عابودايو استوا حرام وتستقسموا بالازلام ان lagu faashado waxa la yiraahdo qoryaha oo carabtu way isticmaali jireen baal kan faalka la yiraahdo inagana mala dad ba tusbaxay wax ku faaliyo isticmaale marka faalkaasi digdig jireeno markuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam sanadii 8aad xoreeyay kaacbada iyo maka kaacbada gudeeda wuxuu ugu tagay laba sawir oo kamid ahaa sanamyada ay meesha dhigeen oo ay ku shabahayeen nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil ayay ku shabahayeen oo wagaysiinayeen gacmahana waxay u galiyeen qoryaha lagu faashado Ismaaciil iyo Ibraahim ba faashan jiray way markaas uu nabigu lahaa way ogaadeen in aanay ku faashanine gaf iyo xadgudubay been abuuradka u sameeyeen dalikum fisq inta soo dhanbu noqonaya waxa la idin diiday waa macsiye iyo alla ka fogaansho ومدن إلهي وبشاري يوحر أليو ما يأيس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ما أنت قال دين تينوك وكقوست أني قاعد عبصد وإيقا هكا عبصنين فما لنت آيات قويسود دقيانو نيهودية يا عمر بن الخطاب لهاد لوحر آيات قرآن كينا كوشرت حتى أنك أنك سود دقي لأيث غير يهوديات هطارنا لاتخذنا ذلك اليوم عيد ما لنت عيد بانو قرن قال لهاي وآية ديبو آياتنا يهودي آخر آية دا سورة ما إذا كتر تيسا الدحاب معناها يكوّر رميسا ومعنى عجيب
anuguna waxaan kuugu darayaa buu aayadu nabi maxamed waxay ku soo degtay maalin jimca isagoo xajkii ummada uu ku sagootay xajatul wadaac ku jira carafana taagan ajaayibtaana ku darsay buu intaana way leedahay marka aliya ummadan ilaahay uu ku soo celcelinaya waa maalintaas weeye aayaadku ay soo degayeen iyadoo ay u muuqanayso dee sidaa horeba aynu usoo sheegnay sanadii lixaad inteeda badan inay soo degtay laakiin aayadahani kuwii dambeeya ahaan waxaa kaloo ilaahay ummadda ugu bushaaray alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina maanta waxaan dhammaystiray diintiinnii iyo nicmadii islaamka islaamkana raalli baan idinka noqday inaad dhaqan ahaan u qaadataan marka macnaheedu waxa weeye wax dambo diinta lagu kordhinayo iyo wax dambo lagu biirinayo iyo bidco la dabagelinaya midna ma jiro maa faradnaa fi lkitaabi min shay qur-aanka iyo xadiidkaa caddeeyey waxa alla wixii nolosha ummadda saxaya xidhiirkay naftooda la leeyihiin ka ilaahay la leeyihiin kay ummadaha la leeyihiin ka adduunye ka aakhiro intoo dhan baa waan kaamil yeelay buu ilaahay yihi saas daraaddeed baa culimmadu waxay dhahaan qofka wax iska jeclaysta ee yidhaahda anugu waxaasaan samaynaya isagoon diinta ka qaadanaynin wuxuu durayaa qur-aanka iyo xadiidka wuxuu leeyahay kananaa ku daraa ilaahay ma dhammaystirin marka mar hadduu ilaahay yidhi waan dhammaystiray in wax lagu daro mama baahna diinta saa daraaddeed inta laynoo dhiibin baynu ku camal falaynaa waradiitu lakum alislaama diina waa tamiis sa aad arkayso dhaqan ahaan dhaqanka keliyan raalliga ka ahay waxa weeye dhaqanka islaamka xeerka qabaa'ilka ilaahay raalli kama aha xeerarka gaaladana raalli kama aha xeerar shakhsiyaad dejisteenna raalli kama aha islaamku waa dhaqan maaha wax la barakaysto la dhundhunkado meelahan lagu warwareegee waa inuu dhaqanka siyaasadda saxaa oo dhaqanka bulshada uu saxaa oo dhaqanka qoyska uu saxaa oo dhaqanka shaqsiga uu saxaa sibqat allah waa ilaahay diintiisii dadka ka muuqanaysa ee ka dhalaalaysa marka innaga waxaynu u yara fahamnay islaamku inaanu dhaqan ahayn qolya had iyo jeer yidhaahda diintiiyo dowladda hala kala saarana waa cudurka ku dhacay oo waxay ku leeyihin diintu dhaqan maaha marka aayaddun bay beeninayaan qofka yidhaha islaamku dhaqan maaha oo intaasoo aynu sheegnay wax lagu dhaqmi kara maaha ilaahay buu ka soo horjeedaa aayaadku beeninayaa ruksadu ilaahay bixiye waxa weeye dadka u cudur daaray faman idura fii makhmasatin ghayra mutajaanifin liithmin fa ina allaha ghafuurun raxiim qofka loo dhibgeliyo waxaa lasoo xaaraantinimeeya u baahda fii makhmasa gaajo daraaddeed fiiduna waa sababiya makhmasaduna waa majaaca bisababi aw lisababi majaaca gaajo ku dhacday daraaddeed buu xaaraamaha u baahday inuu cuno ama caafimaad buu ugu baahday lifaaqa la raacinayaa waxa weeye ghayra mutajaanifin liithmin isaga oo aan u leexanaynin oon u xaglinaynin dembi haba gaajoodee hadduu dembi ku howlan yahay dadkuu dhacayaa waa daalin waxa uu ku gaajooday ummadduu dhacayaa oo dulmiayaa oo dhibaya ha iska dhinto ha ina dhaafabeen leenna gaajada laga daaweyn maayo xalaalu maaha kaa ilaahay wuu fasaxay markaa subxaanahu watacaala marka saasaad arkaysaa wixii ilaahay ummadda u xalaalayeyna halkaasuu ka xaaraantinimeyna halkaasuu ku cad yahay wixii ummadda khayr u keenayna waa cad yahay waxaa keliyaha ummaddu ay ku liibaani kartaa inay raacaan wallahu aclam ya munzila alaayaati walfurqaani baynii wa baynaka xurmatu lqur'aani ashrax bihi sadrii limacrifati alhuda waacsim bihi qalbii min ashayaani